فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو يستقبل بالقصر الرئاسي وزير خارجية جمهورية السودان البروفيسور إبراهيم خندور، حاملا معه رسالة إلى فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو من نظيره السوداني عمر حسن أحمد البشير. رئيس وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي عيسى دران يترأس اجتماع الدوري للجنة النقدية والمالية بمقر البنك المركزي لدول وسط أفريقيا. اختتام أعمال اليوم التفاكري للجنة الاقتصادية والنقدية لدول أفريقيا المركزية سيماك بهدف يهدف اليوم التفاكري للتباحث والتفاكر في قضايا السيماك. السابعة مساء بتوقيت العاصمة أنجمينا، يسعدنا أن نصطحبكم في عرض النشرة الرئيسية لهذا المساء من الفضائية التشادية. أهلا وسهلا بكم. استقبل رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وزير خارجية جمهورية السودان البروفيسور إبراهيم خندور، حملا معه رسالة إلى فخامة رئيس الجمهورية من نظيره السوداني عمر حسن أحمد البشير تتعلق بتعزيز التعاون بين أنجمينا والخرطوم. الحبيب حامد. تتزامن هذه المقابلة في وقت تشهد فيه البلاد وجمهورية السودان علاقات متميزة في جميع الأصعدة، وتعتبر هذه العلاقات المتينة نموذجا فريدا في دول شبه الإقليم. وحرصا منهم على ديمومة ومواصلة هذه العلاقات المتينة وتطويرها، بعث الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير رسالة شفوية حملها البروفيسور إبراهيم غندور وزير خارجية جمهورية السودان. وحملت هذه الرسالة في كلماتها تبادل أوجه النظر بين القيادتين التشادية والسودانية وسبل تعزيزها، وحملت أيضا تفعيل كل الاتفاقيات المبرمة بينهم، وتناولت الرسالة أيضا تعزيز التكامل بين الجارتين الشقيقتين في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية. المقابلة حضرها وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتعاون الدولي السيد شريف محمد زين، والأمين العام لرئاسة الجمهورية السيد جان برنار باداري، ومدير المكتب المدني لفخامة رئيس الجمهورية عيسى علي طاهر، ومستشار فخامة رئيس الجمهورية في الشؤون الدبلوماسية السيد مختار واوا دهب، ومستشار فخامته في الشؤون الأمنية الجنرال جدي صالح. البروفيسور إبراهيم غندور ثمن في هذه المقابلة الدور المحوري والفعال الذي يلعبه فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو إقليميا وقاريا ودوليا، لا سيما دوره الدؤوب في جمع شمل الأشقاء في القارة الأفريقية، وأوصى البروفيسور هذه الجهود بالأخوية، وأكد على متانة العلاقات بين الدولتين، وثمن أيضا جهود الحكومة السودانية عبر عمر حسن أحمد البشير الرئيس السوداني في تأمين الحدود، وأشار أيضا إلى الملتقى الحوار الاقتصادي والتنموي لإقليم دارفور والذي من المفترض بأن يعقد في أواسط شهر أبريل المقبل. وأضاف البروفيسور غندور في كلمته بأن فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو لعب دورا مهما في بسط الأمن والاستقرار في إقليم دارفور، والقوات المشتركة التشادية السودانية لهي دليلا واضحا ونموذج أمثل في دول شبه الإقليم. حملت إلى فخامته رسالة شفهية من شقيقه فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير تتعلق بالعلاقات بين البلدين، وأيضا قدمت له شكر السودان على ما يقوم به فخامة الرئيس إدريس ديبي إتنو من أجل السلام في السودان. العلاقات بين السودان وتشاد علاقات تاريخية وعلاقات وطيدة. أكدت لفخامة الرئيس أنني اتفقت مع شقيقي الوزير الخارجية الشريف على انعقاد اللجنة الوزارية بين السودان وتشاد في الخرطوم في الأسبوع الثالث من أبريل القادم، وأننا اتفقنا أيضا على، وكذلك أكد فخامته على انعقاد مؤتمر الحدود بين السودان وتشاد في الجنينة بإذن الله في يوم 14 من شهر أبريل القادم. رافق وزير الخارجية السوداني وفد رفيع المستوى ضم عدد من السفراء والضباط وكبار المسؤولين في جمهورية السودان، بينهم سفير جمهورية السودان لدى البلاد. وبمناسبة ذكرى 20 لتأسيس المجموعة الاقتصادية والنقدية سيماك، قدم رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بيانا صحفيا أشار فيه إلى التزامات الدول الأعضاء والتحديات التي تواجه المجموعة، وأكد على ضرورة تزويد فضاء سيماك بمؤسسات تنموية. كلمة رئيس الجمهورية. إن إقليمنا يجب أن يزود بآلية للتكامل أكثر وضوحا تستجيب للتطلعات المشروعة لشعوب أفريقيا المركزية، وهذه التطلعات القوية تهدف إلى التمازج بين الشعوب والتضامن الأكيد للتنمية الاقتصادية والسعادة الاجتماعية وكسب هذا الرهان للتكامل والتنمية. فإن منظمتنا المشتركة قد زودت بوسائل ضرورية كتأسيس المؤسسات والوكالات المزدوجة بمهام
واضحة، وهذه المؤسسات تشمل قطاعات مختلفة ومتنوعة كالاقتصاد والمالية والتنمية الريفية والتدريب والعدالة. كما أشار فخامة رئيس الجمهورية إلى فكرة التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء والتي تعتبر خطوة مهمة في طريق التنمية. نستمع إلى هذه الجزئية. إن منظمتنا مخلصة في التزاماتها المتخذة من قبل رؤساء الدول بالمجموعة، وستعمل منذ تأسيسها على بناء فضاء متكامل وسلس لمصلحة الشعوب. وهناك مكتسبات قوية وقيمة قد تم تسجيلها في صورة الأسواق المشتركة والاتصالات الجماعية والعملة الموحدة، وفي الوقت القريب حرية تنقل المعدات والخدمات والأشخاص. وأود أن أضع نقطة شرف على القرارات الأخيرة القوية التي تمثل التعايش والوحدة بين الشعوب في المنطقة، كما كان يحلم بها الآباء المؤسسين للاتحاد الجمركي والاقتصادي لإفريقيا المركزية. وإنه يتحتم علينا الآن بأن نفكر بطريقة سريعة حول خطوات جوازات السفر الممقنطة للمجموعة، وتشخيص مواقع المراقبة حسب الشروط المطلوبة. وأود حيال ذلك بصفتي كرئيس دوري للمجموعة الاقتصادية النقدية لدول أفريقيا المركزية أن أحيي بقوة نظرائي على الجهود الطوعية التي يقدمونها دون انقطاع، وذلك من أجل تطبيق فكرة التضامن المتناسق والمستدام. وإنه من الضروري بأن خطواتنا نحو طريق متكامل تزداد بطريقة بطيئة لكنها أكيدة وجادة وغير منسية، ويجب علينا أن نفرح بالتقدم الذي حدث وبالرؤية المستقبلية نحو لواء الأمل. ترأس صباح اليوم وزير الاقتصاد والتخطيط التنموي الاجتماع الدوري للجنة النقدية والمالية بحضور محافظ البنك عباس محمد تولي وعدد من أعضاء اللجنة النقدية والمالية. حسين النور والمزيد. شهد مقر البنك المركزي لدول وسط إفريقيا فرع تشاد الاجتماع الدوري للجنة المالية والنقدية، وذلك ضمن اجتماعها العادي الذي تعقده كل 3 أشهر لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الراهنة في البلاد. أعضاء اللجنة النقدية والمالية خلال 3 ساعات من الجلسة المغلقة، وعلى حسب لسان عضو اللجنة عباس محمد تولي، تناولوا 3 نقاط أساسية، وهي أوضاع الاقتصاد العالمي والإقليمي وربطه بالاقتصاد الوطني من أجل وضع استراتيجية مشتركة حتى يسير عليها الاقتصاد الوطني لتحقيق أقصى أرباح ممكنة. كما أضاف تولي بأنه خلال الدراسة التي قامت بها اللجنة أن الاقتصاد الوطني سيكون بصورة أفضل خلال الأيام القادمة. وجدنا أنه في سنة 2017 كان اقتصاد هنا للتشاد يعني كان بسيط التطور بالنسبة الآفاق بالنسبة ل 2018 أحسن من السنة 2017، لأن الاقتصاد وضع عالمي ذاته تحسنت شيء 2018. يذكر أن اللجنة النقدية والمالية تضم عدد من الخبراء في المجال الاقتصادي ومكلفون بدراسة الأوضاع الاقتصادية الوطنية من حين لآخر. ويشرف على اللجنة وزير المالية والميزانية الدكتور عبد الله صابر فضل الله. اختتمت أعمال اليوم التفاكري للجنة الاقتصادية والنقدية لدول أفريقيا المركزية سيماك، يهدف هذا اليوم إلى التباحث والتفاكر في قضايا ذات أهمية للمنطقة بحضور نائبة رئيس اللجنة الاقتصادية والنقدية لدول وسط أفريقيا فاطمة حرم أصيل وعدد من الخبراء الاقتصاديين. محمد آدم. في إطار فعاليات الأنشطة للاحتفال باليوم التفاكري لدول إفريقيا المركزية بنسختها 10 لتأسيس التجمع الاقتصادي والنقدي لدول وسط إفريقيا، الذي جاء تحت شعار مساهمة الشباب لأجل تطوير وتنمية الدول الإفريقية المركزية، 16 مارس من كل عام ذكرى لتأسيس التجمع الاقتصادي والنقدي لدول سيماك،
يوم ذو أهمية بالغة لدى سكان دول إفريقيا المركزية للتباحث والتفاكر في قضايا مهمة لدفع عجلة التنمية في المنطقة. وقد شهد مؤتمر نقاش اليوم محاضرتين أولاها من الباحث التونسي محمد علي تحت عنوان حركة التنقل عبر الحدود بين الدول وكذا الحدود الآمنة، سرد فيها العديد من المشاكل التي يعاني منها سكان المنطقة سيما في التنقل التجاري. أما المحاضرة الثانية جاءت تحت عنوان أهمية الاقتصاد في منطقة سيماك، والتي ألقاها الخبير الاقتصادي مدير الوطني في بنك دول وسط إفريقيا BAC، وتحدث إلى العديد من المشاكل الاقتصادية في المنطقة وتباحث عن المشاكل وكيفية إيجاد حلول لها. هذا وخلال المؤتمر أتت تساؤلات واستفسارات عدة من قبل المؤتمرين، وقد لقت أجوبة مقنعة من المحاضرين، وتجدر الإشارة أن الفعاليات ستستمر حتى 6 من الشهر الجاري. ستنطلق في 19 من مارس الجاري أعمال الملتقى الوطني الشامل للإصلاحات مؤسسات الدولة حول أهمية هذا الملتقى، والذي من المنتظر الخروج بنتائج تتلائم مع طموحات وآمال الشعب التشادي. محمد حسن آدم. يوم الاثنين 19 من مارس يوم تاريخي للشعب التشادي، والذي سيفتح صفحة جديدة من صفحات تاريخ تشاد المعاصر عبر الملتقى الوطني الشامل لإصلاح مؤسسات الدولة، والذي يجمع القوى الفائلة بالبلاد من السياسيين ورجال الدين وممثلي جمعيات المجتمع المدني للتباحث والتفاكر حول مستقبل البلاد وتعزيز دائمة الديمقراطية، حيث يتم إصلاح الأجهزة الحكومية والمؤسسات الكبرى بالجمهورية إلى جانب إصلاح الجهاز القضائي وكذا استتباب الأمن والسلام والوحدة الوطنية وترقية قطاع المرأة والشباب في الملتقى. الحاجات دي كلها يعني تاني يكرروها، وفي المشكلة الأساسية يعني دايرين نلقى حل لمشكلة التنمية انت البلد، لمشكلة العلاقات بين المؤسسات الوطنية مع الشعب. هل المؤسسات دي يعني الدور اللازم تلعب هل تلعب حس حاليا ده، وكيف نعمله عشان نجيبوا تغييرات نجيبوا تصليحات في المؤسسات دي لأجل يعني تحسين البلد بصفة عامة، وتحسين الوضع السياسي، الوضع الاجتماعي، الوضع الاقتصادي بصفة عامة. كما أن نتائج هذا الملتقى الوطني تنصب في صالح تحقيق الرفاهية الاجتماعية للشعب التشادي، ويأتي ذلك بعد مضي 25 عاما من تنظيم المؤتمر الوطني المستقل في 15 من يناير للعام 1993، والذي خرج بنتائج إيجابية سمحت بدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ظل الحرية والديمقراطية. جرى صباح اليوم بسفارة جمهورية مصر العربية بتشاد بدء عملية الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، وقد أدى المصريون بالبلاد المتواجدون بالبلاد واجبهم الانتخابي لاختيار رئيسا جديدا لجمهورية مصر العربية. حضر المناسبة سفير المصري لدى البلاد سعادة أدهم محمد نجيب. علي فاضل رصد لنا العملية الانتخابية. بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر إنهاء كافة الإجراءات وتوفير جميع الأوراق والمستلزمات والمتطلبات بداخل مقر جميع السفارات والقنصليات بالخارج، فتحت السفارة المصرية بالعاصمة نجمينا أبوابها منذ الصباح الباكر للجالية المصرية بتشاد للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المبكرة بالنسبة للمصريين بالخارج. وفي هذا الإطار أدلى السفير المصري بتشاد أدهم محمد نجيب بصوته في هذه الانتخابات الرئاسية، وبما أنه رئيسا للجنة الانتخابية فرع تشاد صرح للتلفزيون التشادي حول سير الانتخابات في السفارة المصرية. وبالفعل بدأنا العمل على قدم الوثاق منذ 9 صباحا، وبدأ يتوافد أبناء الجالية المصرية كما ترون وشرفوا سفارتهم وقاموا بأداء واجبهم الانتخابي تجاه مصر وقاموا بالتصويت، وكما ترى وسيتوافدون أبناء الجالية عبر 3 أيام العملية الانتخابية إن شاء الله.
كما عبر بعض المصريين المقيمين بتشاد عن انطباعاتهم. الحمد لله، والله الانتخابات هنا يعني ميسرة جدا جدا. بالنسبة للبعثة المصرية الحمد لله جات كلها، بالنسبة لكل المبعوثين المصريين جم وأدلوا بأصواته. نحن أبناء مصر ونحب مصر ونأتي مصر لكي ندلي بصوتنا في أي مكان حتى ولو كان في آخر العالم. أدلينا بأصواتنا في السفارة المصرية بدولة تشاد، بعثة الأزهر الشريف، والحمد لله كانت العملية منظمة وميسرة. إن مصر تستحق علينا أكثر من هذا بكثير، فهي أم الدنيا. ويتنافس في هذه الانتخابات الرئاسية الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي مع رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى. ونشير بأن الانتخابات في الخارج ستستمر لمدة 3 أيام متتالية، أما الانتخابات في الداخل ستبدأ في 26 وتنتهي في 28 من مارس الجاري. أطلقت صباح اليوم رسميا لجنة دائمة المكلفة بتنظيم الحج والعمرة لعام 2018 بيانا صحفيا لنائب رئيس اللجنة السيد عمر آدم المستشار برئاسة الجمهورية. أكد فيه أن تكلفة الحج لهذا العام تقدر ب 1,110,000 فرنك سيفا. جزء من هذا الحديث. أشكر ربنا سبحانه وتعالى كلفنا بهذه المهمة، ونشكر رئيس الجمهورية أيانانا في رأسه في هذا المهمة، وإن شاء الله نشكره على هذا المهمة، وكذلك رئيس الجمهورية شخصيا عن توجيهات ومطابي كون السعر عن الحج يكون سعر مناسب للحج التشتي. التكلفة الحج بكلف 310,000 ريال تشادي فرنك سيفا، بمعنى 1,110,000 ريال تشادي. هذا غير التكلفات أنا ناس الأجانس أو الوكالات، هم كذلك عندهم رسوم بسيطة عشان يخدموا الحج. في هذا المبلغ 1,110,000 ده الحج يركب فوق طائرة من جمان إلى مدينة، يخادر منهم لك يرجع في تشات، من حقه يأخذ باز من المدينة يجي في مكة، يمشي في منى، يصرف على عرفة، يرجع منى، يجي مكة، يجي جدة، ويخادر لبلده. وكذلك عنده 30 يوم، في كل يوم عنده 2 واجبة، كل يوم عنده 2 واجبة، عنده فطور وعنده غدا حسب طلبنا أننا أكلنا التشادين. قدم المنسق العام لمشروع تحسين وتطوير النظام الزراعي في تشاد عبد الله محمود قدم أدوات ومعدات حديثة لمعرفة أحوال الطقس للإدارة العامة للملاحة والإرصاد الجوي. ياسر محمد أحمد والمزيد. جاءت هذه المناسبة للتسليم الرسمي للمعدات من قبل مشروع تحسين وتطوير النظام الزراعي في تشاد إلى الإدارة العامة للأرصاد الجوية، وهذه المعدات التي تساعد في حل وتسريع الخدمات المعلوماتية، وهي أجهزة لقياس نسبة الأمطار وسرعة الرياح ودرجة الحرارة والرطوبة وأجهزة الضغط الجوي، إلى جانب أجهزة لمقياس الزمن. وفي كلمته المدير العام للأرصاد الجوية أمباي توباي إلي قال إن هذه المعدات جاءت في الوقت المناسب، كما أن البلاد تشهد تغيرا مناخيا من حين لآخر، وأنها تعمل في جمع المعلومات والبيانات الطبيعية، وأن هذا المشروع يعمل في جراء ومقاطعتي فتري ودبابة، وأنها تساعد المزارعين والعالم الريفي حول التوقعات لهطول الأمطار والطقس وغيرها. أما المنسق العام لمشروع تحسين وتطوير النظام الزراعي في حدث قائلا: يعني الصعوبة دي يعني كان ما تحسنت كان ما يتحلت لمنتجين، يعني النتائج انت الزراعة ذاتها ما تكون سمحة. رئيس الدولة بذل جهده في أي وقت حراي وفي الليل كله يفتش حلول للمشاكل أنا السكان أنا تشاد كامل، وبالأخص كمان أنا ناس القراوي. وللمعلومية فإن القيمة الإجمالية لهذه المعدات تبلغ 46 مليون فرنك سيفا.
افتتح الأمين العام بوزارة إدارة الأراضي والأمن العام والحكم المحلي أعمال الورشة تقوية عملية التطعيم بحوض بحيرة شات بحضور عدد من الخبراء وممثلي الشركاء البلاد في هذا المجال. محمود موسى الفيل. إن الاهتمام بأمر التطعيم ضد شلل الأطفال يعد من أولويات الحكومة وشركائها في تنفيذ المشاريع الصحية عبر وزارة الصحة العامة والورشة التي جمعت عدداً من السلطات الإدارية والتقليدية في كل من إقليم كانم والبحيرة وحجر لميس وبعض من فني وزارة الصحة العامة. التحدي عن التطعيم الضعيف للأطفال ده هو موجه للسلطات المدنية والتقليدية والأسر، عشان ده أول ورشة عقدناها ده عشان نسوي التوعية. الأمين العام لوزارة إدارة الأراضي الأمن العام والحكم المحلي طاهر أولوي حسن في كلمته الافتتاحية لعمل الورشة ناشد جميع السلطات الإدارية والتقليدية بالمناطق والأقاليم المستهدفة القيام بدورهم الفاعل تجاه عملية التطعيم بغية تذليل العقبات وتفادي الأمراض، لذا يجب على المعنيين بهذا الأمر التعاون التام مع الجهات المعنية بالتطعيم كي تتم العملية بصورة ناجحة وفعالة. ومما تجري إليه الإشارة فإن الورشة تستمر يومين يناقش المشاركون خلالها مواضيع عدة تتعلق بأمر التطعيم في الأقاليم المستهدفة لتحقيق الأهداف المرجوة وتأمين الغطاء الصحي في البلاد. قام حاكم إقليم حجر لميس أبو بكر جبريل بزيارة لمختلف الإدارات العاملة بمدينة مسقوري وذلك للوقوف على مستوى العمل هناك. محمد آدم والتفاصيل. الزيارة التي قام بها حاكم إقليم حجر لميس للإدارات المختلفة بعاصمة الإقليم مسقوري وذلك بعد تسلم مهامه ومباشرة عمله، الحاكم أبو بكر جبريل توقف أولا بإدارة الدرك والتقى بالمسؤولين للتعرف عن قرب لما يجري بالمنطقة. الزيارة شملت مندوبية الثروة الحيوانية والصحة ومفوضية الشرطة ومقر بلدية مسكوري وقصر العدالة. الحاكم وبكل المحطات التي توقف بها استمع إلى الشروحات المختلفة وسجل ملاحظاته وقدم توصيات للعمل سويا من أجل تقدم الإقليم. قدم الأمين العام نائب بوزارة الخارجية حديثا صحفيا حول انطلاق الأسبوع الوطني للفرنكوفونية، جزء من حديثه. Dans la plupart des pays membres, il est mis à profit autour de cette journée du 20 mars. اللغة الفرنسية هي الخط الذي يجمعنا بشهادة، هو العنوان الذي يؤكد بأن الفرنكوفونية تعمل جاهدة لخلق مساحة غنية وواسعة لها تأثير إيجابي تضامن والتنمية لصالح الحكومات والدول الأعضاء لهذه المجموعة. وللتذكير فإن في تاريخ 20 مارس لعام 1970 فإنه يمثل تاريخ تأسيس الفرنكوفونية بنيامي عاصمة دولة النيجر، فإن الفرنكوفونية أصبحت مؤسسة ووسيلة ناجحة للتنسيق والتعاون والتضامن بين مختلف الدول الأعضاء والمجتمع الدولي، وتعمل على توجيه سياسات والتعاون من أجل التضامن لصالح الشعوب إلى تقاسم اللغة الفرنسية. مواصلة لحملات التطعيم التي أطلقها وزير الثروة الحيوانية دكتور محمد النظيف يوسف، فلقد وصلت الحملة إلى إقليم جيرا تحديدا مدينة مانغو، عقد من خلالها عدة لقاءات بحضور حاكم الإقليم محمد حسن عبد الرسول، رافق الوزير وعد لنا هذا التقرير. المحطة قبل الأخيرة لوزير الثروة الحيوانية في جولته لإطلاق الحملة الوطنية ضد مرض جدري الأغنام كانت مدينة مونغو عاصمة إقليم جيرا، حيث عقد وفد وزارة الثروة الحيوانية بمقر حاكم الإقليم اجتماعا ضم المسؤولين التابعين للمندوبية التنمية الريفية والرعاة وتجار المواشي. في كلمته الترحيبية حاكم إقليم جيرا محمد علي حسب الله رحب بالوزير والوفد المرافق له، شاكرا الوزير على اختياره لإقليم جيرا ضمن الأقاليم التي شملتها حملة، وأكيدا بأن إقليم جيرا يعتبر من الأقاليم الرعوية الهامة وموردا من موارد الأساسية للسكان، طالبا من الوزير بإرسال كوادر مؤهلة في مجال صحة الثروة الحيوانية وكذا توفير آبار المياه والمراعي للرعاة حتى نتفادى الخلافات بين الرعاة والمزارعين. كما وجه الحاكم نداء لجميع الرعاة بضرورة استيعاب رسالة وزير الثروة الحيوانية بضرورة تطعيم جميع مواشيهم،
في خطابه وزير الثروة الحيوانية الدكتور محمد نظيف يوسف تحدث عن الهدف من تنظيم هذه الحملة الوقائية للثروة الحيوانية التي هي مصدر أساسي للاقتصاد الوطني، مؤكدا بأن وزارته ستنفذ العديد من المشاريع لصالح الرعاة إقليم قيرا التي تأتي في المرتبة الثالثة من حيث تعداد. جينا في موضوع تطعيم، موضوعنا مرض الطاعون عن الغنم، والغنم في جات كنتوا زي ما تعرفوا تقريبا 56 مليون من المعز، الغنم معروف أو الضعن، عدد كبير جدا، وده ما حافظنا على الحمد لله ما في مرض كثير، لكن مرض عن الطاعون ده موجود، ومرض اللي بيسموه دريدمات الغنمية بكون ده فوق دريدمات كمورغان جاجة ده كله موجود، والحمد لله هسه الحملة اللي بدينا فوق ده الإبرة الواعدة نطعنوها للغنمية ده للمرض التنين ده كله توديرها. هذا وقد سمع هذا الاجتماع بتداخل عدد من مساعدي الوزير وفني الوزارة الذين تحدثوا عن أهمية هذه الحملة للحفاظ على سلامة وصحة الثروة الحيوانية، شارحين للرعاة بأن هذه الحملة تستهدف 10 ملايين رأس من الأغنام على مستوى تشاد، وأن هذه اللقاحات هي فعالة وتحمي الأغنام من الأمراض، وسعر اللقاح للغنم الواحد 10 ريال، شاكرين البنك الدولي والمشروع الإقليمي لدعم الرعاة في دول الساحل برابسا على جهودهما لتمويل هذه الحملة الوطنية لتطعيم الأغنام من أمراض الجدر والطاعون. وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحماية المستهلك، عقدت منسقية حماية حقوق المستهلكين مؤتمرا صحفيا تطرقت فيه إلى أهمية الاحتفال بهذا اليوم. خليل صالح. المستهلك التشادي أمام تحديات إشكالية الغلاء المعيشي، هذا هو شعار اليوم العالمي للمستهلك الذي اتخذته ديناميكية المواطن من أجل حماية حقوق المستهلك في دورته 44، وكان ذلك في المؤتمر الصحفي الذي نظمته هذا اليوم. ديناميكيتنا تؤكد بأن للمستهلك حقوق يجب مطالبتها. السادة والسيدات، إننا في مثل هذا اليوم نؤكد لكم بأن وقوفنا الدائم والدائم لقضية المستهلك واجبة. وبعد الخطاب المطول لهذا المؤتمر، فقد طرحت بعض التساؤلات من قبل الصحفيين حول ما يمكن أن تقدمه الديناميكية من حلول، وقد أجاب عليها المؤتمرون مشيرون فيها إلى أن الديناميكية تعتمد على طرح الاقتراحات والبحث عن حلول لمشكلات المستهلك الذي يعيش ضاحية بين أطماع التجار وإهمال الإدارات المعنية، كما تعمل الديناميكية على حماية وإخبار المستهلك وتوعيته ليكون حذرا من تحقيق أطماع خاصة تزيد من سراء هؤلاء القلة ويدفع ثمنها المواطن البسيط. نظم تحالف المدافعين عن حقوق البيئة في تشاد يوما تفاكريا حول التحديات التي تواجه السلام وأسرها. عائشة أحمد دوقي. عن طريق الحوار والتفاكر البناء يتم تجاوز العقبات التي تهدد دعائم السلام، وأن تحالف المدافعين عن حقوق الإنسان والبيئة في تشاد حرص على تخصيص هذا اليوم التفاكري لتبادل الحوار والنقاش حول التحديدات التي تواجه السلام والنتائج المترتبة عليها. وفي الكلمة الترحيبية للأمين الإدارية والمالية لتحالف المدافعين عن حقوق الإنسان والبيئة في تشاد، أشارت بأن عملية استتباب الأمن والسلام في ربوع البلاد لا تعنى به الحكومات لوحدها، وإنما هي مسؤولية تقع على عاتق الجميع، بينما استدل الأمين العام للتحالف بأن السلام له دلائل خاصة تسهم في توازن البيئة الاجتماعية. اليوم هنا قلنا سيينا جورنين أيام خاصة لنفكروا في مشكلة كيف شنو الضرر اللي جاي بيدمر العافية. ومن المؤمل أن هذا اليوم التفاكري سيتوج بالتقرير حول موضوع السلام ويتم رفعه إلى الجهات العليا بالبلاد. وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلكين، قدم الأمين العام لجمعية الدفاع عن حقوق المستهلكين داود الحاج آدم بيانا صحفيا، جزء من حديثه. التكنولوجيا اليوم جاب شيء فائدة كثير للمستهلكين في العالم. اليوم ناس قاعدين في يقدر يقعدوا من جمعين هيني يشروا شيء من برا بالاستعمال على التكنولوجيا والبضاعة والشيء اللي هو يقدر يجيب في البيت. ونحن في تشاد عندنا صعوبات كثيرة، صعوبات كثيرة ماشية عشان الانترنت هي الشبكة تساعدنا نشتركوا في التجارة العالمية. في تشاد ده الانترنت عندنا صعوبات كثيرة،
يعني ناس كتير ما بلغوا يلقوا اكسل الانترنت. كان في كله الاول السهيره خالي كان في كله ولا الكاليتي حقه ما عديد عشان بيقتل. يعني اذا نقول ما يقدر بيساعد المستهلك عشان التشادي يشترك يعني بكوماند شقه من برا بالانترنت ولا يشري بسي شيء ما بقدر. ستنطلق في 21 مارس الجاري الملتقى فعاليات ملتقى العادي الخاص بتشكيل المكتب الجديد للمجلس الوطني الاستشاري للشباب. وفي هذا الإطار قدم المنسق الوطني لملتقى محمد علي قلماي حديثا صحفيا دعا فيه الشباب للمشاركة في هذا الملتقى. جزء من حديثه. الكونسي بيرو قديم هنا كونسي ناسيونال كونسلتاتيف دي جندا مانداه كامل ديبي 1 أوت 2017. وده اليوم أننا قلنا خلي نكمبلي فيد جريديك ده إلفو خلي يبقى يكون دي إلكسيون وبي نخطو سير بلاس بيرو جديد في يوم 21 إلى 23 في موعد مارس 2018. والكونغري ده يكون في سال هنا كونفرنس هنا منستر أفير إترانجير. نورو لي جين خلي غاردي كالم هنام بور كو نمشو في كونغري دون مانيير أبيزي و سيرين. ونختم النشرة بقراءة لهذه المراسيم الرئاسية التي وصلتنا للتو. رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، وزارة البترول والطاقة، مرسوم رقم 451 باقتراح من وزير البترول والطاقة. المادة الأولى، عين السيد بدر آدم بدر مديرا عاما لوكالة تطوير قطاعات الطاقات المتجددة في تشاد خلفا للسيد جان بول أمباتنا الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى. المادة الثانية، على وزير البترول والطاقة تطبيق هذا المرسوم الذي يدخل حيز التوقيع عليه من تاريخ التوقيع عليه، يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية. أنجمينا 16 مارس، التوقيع رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. مرسوم رقم 552 يقضي بتعيين عضوين بمجلس تنظيم سلطة تنظيم العطاءات العامة المشتريات العامة. المادة الأولى، تم تعيين الشخصيات الآتية أسماءهم أعضاء بمجلس تنظيم سلطة تنظيم العطاءات العامة المشتريات العامة، وهم السيد حسيني فيليب مستشار في الشؤون القانونية وحقوق الإنسان وإدارة الأراضي والحكم المحلي خلفا للسيدة ديو جولين. السيد عثمان عبد الرحمن جوغورو مستشارا في البيئة التحتية وفك العزلة والطيران المدني خلفا للسيد أمبونادي أنطوان. المادة الثانية، يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ التوقيع عليه، يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية. أنجمينا 16 مارس، التوقيع فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، وزارة إدارة الأراضي والأمن العام والحكم المحلي، مرسوم رقم 453 يقضي بتعيين السيد محمد جومبو دونغوس رئيسا للسلطة التقليدية جاما مركز جاما محافظة دبابة إقليم حجر لميس. باقتراح من وزير إدارة الأراضي والأمن العام والحكم المحلي، المادة الأولى، تم تعيين السيد محمد جامبو دونغوس رئيسا للسلطة التقليدية جاما مركز جاما محافظة دبابة إقليم حجر لميس. المادة الثانية، يساعد رئيس السلطة التقليدية كاتب ومعاونان ويستفيد من الرواتب الشهرية وفقا للمرسومين رقم 628 629 الصادر في 15 سبتمبر 2016. أما الكاتب والأعوان فيستفيدون من الرواتب الشهرية المحددة بالمرسوم رقم 630 الصادر في 15 سبتمبر 2016. المادة الثالثة، على وزير الحكم المحلي ووزير المالية والميزانية كل حسب اختصاصه بتطبيق هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه، يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية. أنجمينا 16 مارس، التوقيع رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. بهذه المراسيم الرئاسية ننهي النشرة الرئيسية لهذا المساء. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق غرفة الأخبار، في أمان الله.